طيب يبقى نرجع تاني ونقول يعني الحمد لله ان احنا وصلنا لحصه النهارده. انت لو بتذاكر من اول حصه فلحد حصه النهارده يعتبر مفيش حاجه جديده للنهارده، خلاص احنا بس النهارده هنيجي تركز على اهم الافكار اللي موجوده في كل حاجه. في فكره صعبه احنا عايزين ناكدها هنيجي نتكلم عنها النهارده، فهتلاقي ان شاء الله من الامور بسيطه باذن الله. اتمنى بقى ما تضيعوش تعب شهور كتيره، يعني الفتره دي بتفرق ما بينه وبين اي حد تاني. انا ممكن ما اكونش بذاكر، اجي دلوقتي احترم نفسي واذاكر هجيب. ممكن يكون واحد بيذاكر يجي دلوقتي يلعب ما يجيبش، خلاص. والحاجه الثانيه نطمن محدش هياخد مكاني، عشان ما اروحش اقول طب وانت يا صاحبتي ولا انت يا صاحبي وصل لحد فين، مش هياخد مكاني اصلا. انا بذاكر لنفسي وهو بيذاكر لنفسه، انا احب لك الخير وانت تحب لي الخير بس مالكش دعوه بيه. يعني ما لكمش دعوه بحوار ان حد يجي يقول لك انا خلصت انا ما خلصتش. خلاص خلصت لنفسك، يعني ما تجيش تقول لي خلاص. انا كان بيجي واحد يجي يقول لي كده انا خلصت ورجعت وحلت خمس ملخصات، وانا والله انا داخل الامتحان ما حلتش ملخص على بعضي. بس في فرق بقى، في فرق بين انت داخل امتحانات مذاكر صح تمام، وفي مش مذاكر، يعني مش كتره نطيط يعني، خلاص دي الفكره. طيب احنا هنعمل ايه بقى في المراجعات؟ المراجعه تبقى حلوه خالص لو انت مذاكر وجاي بتسمع اهم الافكار. اهم الافكار دي اللي المفروض الطالب بيطلعها واحده، انا طلعتها لك. اللي انت تلاقي كده وانت بتذاكر في فكره مهمه كده، فيها سؤال، في فكره تخلي بالك منها، والكلام ده كله هتلاقيني طلعناهم هنا. الحمد لله انا عامل لك اسئله مقال لكل فصل، يعني كل فصل فيها اسئله مقال. فاكر هجيب لكم المقال بتاع الديني والارضي لسه ما جبتوش، مذكره مقالي كده لكل فصل، ده نمره واحد. نمره اتنين دي لا دي تفيدني خالص في اسئله الاختياري، الاسئله اللي فيها فهم انا عايز ازاي اتعامل مع السؤال، الكلام ده كله خلاص. فتلاقي لا الموضوع سهل. عامل لكم كمان مذكره اسئله مقالي صعبه. ايه بقى مقالي صعب؟ اللي هو زي اللي جابوه في الامتحان التجريب، يجيب رسمه ويقعد يسال عنها. ده المقال الصعب اللي هو عايزك تبقى فاهم عشان ترد بقى وتعبر. يعني اديني انا عامل مذكره 24 صفحه فيها البتاع ده، بس اللي هي 24 صفحه اسئله فيها المقال الصعب اللي هو مش العرف وعلل ولا الكلام ده، لا مقالي بالاسئله الصعبه. خلاص عامل لكم انا زي ما قلت لكم 24 صفحه، خلاص متفقين؟ دي حاجه. الحاجة التانية احنا هنحل في الملخص الامتحان وهنحل في ملخص التفوق، هنحل في الملخصين ان شاء الله. بس في الميعاد الواحد انا اكيد مش هحل في الاثنين، فاهمين هعمل ايه؟ يعني انا على طول الاسبوع راح اقسمهم. انت بالنسبة لك حل الاثنين، لكن تيجي معايا انا مش هقول لك بقى حل اي جزء، فاهمين؟ انا هحل معاكم 50 سؤال 100 سؤال كد ما اكفي في 3 4 ساعات. خلاص؟ في ميعاد تاني احل غيرهم، بحيث ان انا على كل المواعيد يبقى انا حليت كل الاسئلة بتاعت الفصل. انت بقى لما تيجي تسمع ما تسمعوش حصتكم تاني، خلاص سيبوها دي بسمعها حصه غير. بس هي كل الحصه تبقى ايه؟ هتبقى مبعوت، يعني هتلاقي حصتكم وخمس حصص تانيين هيبقوا مبعوتين كل اسبوع كده، خلاص. فانت دورك تاني باستمرار القايمه بعمل لها ايه؟ بعدل فيه، فبحيث ان انت تستفاد اكتر. احنا النهارده هنراجع بالشرح، المره الجايه نراجع بالحل، خلاص واصله يبقى انت كده اهو قدامك فرصه تاني اللي ما ذكرتوش نذاكره. حد بيقول لي طب انا عايز اذاكر فصول قديمه، مش وقتها دلوقتي، يعني ذاكر لي دول، فاهمين؟ يعني يقول لك انا سيب دول وراح اذاكر الاول. طب يا عم خلينا في دول والاول هنرجع له تاني يعني، خلاص. فانا قدامي دلوقتي اسبوع اخلص الدي ان اي والار ان اي بس مفيش غيرهم، يعني اذاكر هما دول بس، احل ملخصين بقى، خلاص متفقين؟ حل الملخصين في الدي ان اي والار ان اي، حل وشوف الاجابات ايه في الملخص وكده. وانت نيجي هنا بقى سؤال فيه غلط انا راح اعدله، سؤال عايز اقول لك فيه فكره ماشي، سؤال مثلا بره المنهج اقول لك سيبك منه، خلاص متفقين؟ حد عنده اي سؤال؟ عرفتوا الدنيا هتبقى ماشيه ازاي؟ طيب. يعني بص ربنا بيكرم، بس بص تعبك وسعيك ونزولك واستماعك ده كله بايه؟ بحساب، ده مش ببلاش. هو انا معلش انت نام في بيتكم، انا قادر انام في بيتنا، هل هنتساوى في الاخر؟ اطلاقا. انت جيت هنا وانت غصب عنك بتسمع الكلام ده، خلصنا يا اخي، غصب عنك بتسمعه صح؟ او غصب عنك هتسمع ايه؟ شرح. عارف وانت نايم خلاص عادي، يعني بسمعها بكره ان شاء الله، تيجي تلاقي تكوم عليك كده. خلاص يا جماعه قدامنا بالظبط او قدامكم انتوا من النهارده اربع شهور، اربع شهور هتبقى عرفت انتوا فين. اربع شهور امتحاننا الثانويه، خلصنا الثانويه، دخلنا كليه، عرفنا احنا فين. اربع شهور مش هقول لك ده مصير، لا هقول لك ده توفيق من ربنا سبحانه وتعالى، انت تعبت وعملت اللي عليك. ما تحملش هم ابدا، اهم حاجه يبقى في نيه صافيه، اهم حاجه واصل لاخر لحظه. لو عندي امتحان قاعد عليه نص ساعه هذاكر اعمل اللي عليا، توفيق من ربنا سبحانه وتعالى. ممكن يبقى مذاكر يا جماعه وراح رجله تتكسر، على فكره ايه؟ رجله مذاكر وعامل كل حاجه وراح الامتحان رجله اتكسرت مثلا، حصلت. لا يبقى بص التوفيق من ربنا سبحانه وتعالى، اعمل اللي عليك. قدامكم قد ايه؟ اسبوع دي ان اي ار ان اي،
خلاص متفقين يا بنات؟ انا دايما معاكم والله، ما تزعلوش مننا في اي حاجه فاتت، كانت اي حاجه زعلتك، اي موقف ضايقك، بس احنا عشان نقدر نوصل النهارده، للناس كانت بتقول انت بتديني حس فيديوهات كتير. طب انا لو عملناش كده ما كناش نقدر نوصل النهارده، كان معانا شهرين تاني يا جماعه، خصوصا احنا مخلصين شرح كامل، مش شرح بنبجي لك حاجه. خلاص مش نطول، انا هبدا بقى صفحه رقم 1. فده اللي بيعطلني وتلاقيني شغال هنا. لا وشوف كده، صور ورق، اكتب ورق، اعمل توتروني. انا متخيل انا قاعد اعمل ايه؟ قاعد اعمل ورق جرين عليها فيها التطبيق قفل، اتوترت يعني. طب اعمل ايه؟ طب انا دلوقتي افتح التطبيق بسرعه. طب يا عم، طب بعمل حاجه والله اخلص والله. خلاص، فاتمنى انتوا فاكريننا دايما الخير، والله ربنا عالم. احنا كنا السنه اللي فاتت واللي قبل اللي فات كنت في بلدكم هناك على فكره، يعني اللي قبل اللي فات اصلا كنت في بلدكم هناك، كان ناس كويسين خالص والله، كانوا كويسين. حاسس ان مستواك ضعيف في الماده، ممكن لكل حل، لا في المراجعه دي فرصه الحل، هنحل كتير، ما يبقاش مبررك انك ما تسمعش الحاجه. اوعى تمشي ورا المبرر ده، يعني اذا كان على شرح كل حاجه تشرح، مفيش حاجه تثبت. حل لا، هنحل كتير في كل المواعيد، يبقى انت ما عليك انك تسمع ايه؟ تسمع الحل، بس انت في الاول حل مع نفسك، حل بعدين تعالى ايه؟ تعالى اسمعني. انا مش هقول لك احل فين، يعني انا مش هقول لك الحصه الجايه الملخص للامتحان ملخص الفرق، احل في مين؟ مالكش دعوه. خلاص؟ لان فعلا هقعد اقسمه على كل المواعيد. ممكن نلاقي واحنا بنحل كذا سؤال مالهم مكررين، مش ضيع وقت فيهم، عدي 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 عدي. خلاص؟ سؤال جديد لا، تعال نشرحه، يبقى انت مش متوقع انا هحل فين، فانت تيجي عشان تستفاد، تيجي ايه يا جماعه؟ حل. متفقين يا جماعه؟ حوار الفلوس، اوعى حد يغيب حصه عشان الفلوس يا جماعه، اوعى حد يغيب حصه عشان الفلوس، عارفين يعني الموضوع ده مش محتاج ان انا اقوله ولا اكده يعني، انتوا نفسكم عارفين، اقعد اقول معلش مش عامل حساب، مفيش الكلام ده يا جماعه، مفيش الكلام ده بيننا اصلا. وانتم نفسكم عارفين كده. خلاص؟ حوار الورق انتم نفسكم بتشوفوا، كورق ملخصات اي حاجه والله ربنا عارف. انتوا بنفسك تحكم يعني، حوار معلش كام حصه على التطبيق دي ما خدش منهم اي حاجه والله، ربنا عالم، وانتم نفسكم تحكموا وتشوفوا. يكفي ان انت الطلب بتاعي الواحد عارف ظروف الناس ايه، وعارف الدنيا ماشيه ازاي، وعارف كل واحد بيمشيها والله يا جماعه. واوعى يغرك يعني كده، والله العظيم في مليون ضغط، مليون حاجه تانية والله يا جماعه، يعني الواحد لما بيجي يتعامل، انت بتتعامل هنا شوف كل ده بحساب الورق ده.